الباور بانك ديالي دابا 2 سوايع ونص وانا حاطه في واحد البلاصه غنشوفوا واش مازال ولا مشى. نشوفوا واش داوه ولا راه مازال كاين. طار الطيري مشى ما مشاش صافي لاباس. هاد البلاصه منين حطيت فيها كانت عامره بالشارجورات، بقى غير الباور بانك ديالي. شوف شحال فيه، 38، خصو نهار باش يتشارجا. نخليه واحد الساعه اخرى ونولي نرجع ليه. ايوا يا حميد، ايوا يا حميد، راه قبل البرد ودابا حنا داخلين. دابا فين شادين الزحام؟ راه فين كل هذا اوكي. ثانك يو. قالت لي خصك تقلب على بلاصتك هي 6 اف. كانت وقعت لي نهار الاول اللي كنت جيت ركبت في الطياره، اش ديت وجلست. من بعد عاد وليت كنفهم يعني شنو خاصني ندير. دابا علاش الصراحه علاش كنديروا الصمطه؟ واش كاينه زعما شي شجره غنضربوها في السماء زعما ولا when opening the overhead compartment before leaving the airport. دابا غادي نشاريكم مزيان في مانيلا وغنكتشفوا مانيلا العاصمة نتاع الفلبين. يلا ليتس جو. هنايا خرجنا من مانيلا واخيرا لقينا واحد الحرارة واحد الصهد كيتسنانا وما عرفنا فين عطاو بالراس. دابا 9:22 ديال الصباح، 9:22 ومحمد ما غايجي عندي حتى للربعة. عادي يجي عندي محمد وما عرفش فين غنعطي بالراس. هاد المطر الاخوت، هاد المطر الاخوان غير ديال الضو. هذا المطر ديال الضو كيلوتو لا طبيعه لا والو، واقتصاديين سرجي وزيد مع الطريق. احنا شادين الطريق وغادي كنتمنظرو بخير. واعره الصراحه هاد مانيلا هادي، الله الا واعر. كيجيب لك الله بحال اللي راك في شي بلاصه ما عرف كيفاش دايره. ها واحد الطنيق جبت 100 بيسو عطيتها له، قال لي نو 150، يعني 150 بيسو اللي هي تقريبا 25 درهم. اوكي
انا وين ما يهمش، كعارف اللي بغى يدور في بلادات الناس راه خاصو يصير، ما عندك ما غادي دير حتى ما عارفش. هذه المدينه كلشي فيها غالي، ربما يكون ما ربما يكون داك هو الثمن. هاد المول وشحال عامر، او با 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 با. بغيت نصور عرفتي هاد المول هذا باش تساليه كامل، راه كيخصك واحد شنو نقول لك، خصك واحد نهار كامل. هذا اكبر مول في افريقيا، هذا خصك نهار 48 ساعه باش تكمله. عامر طاجات، عامر كدا، عامر واعر في جميع الشركات ديال الهواتف وديال الكاميرات وديال اللي بغيت. ها انتما هو هذا صراحه داك الشيء واعر واعر. حلوف حلوف حلوف، شوف 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 قداش. واو شوف هاد البلاصه ديال الشاومي هنايا الاخوان. جيت نتقدى نيت من عندهم شي حاجه من هنايا، بحال العصا السيلفي، بحال الطوندوج ديال الشاومي. هنا دايره واحد العرض زوين هنايا في هاد البلاصه هذه. وانا حنايا مع محمد، واسمحوا لينا اول حاجه ما نصور لكمش اللقاء الاول اللي تلاقينا انا وياه، لان كنا في واحد الحاله. غادي نقول لكم راه تصورت داك اللقطه عندي في الفيديو عند محمد. تلاقينا انا وياه بالليل عيالي مدقدقين، ما فيا انا بعد اول حاجه ما فيا ما نصور، هو بعدا راه صور اللقاء الاول. وجلسنا واحد اليومين هنايا في مانيلا، وكذلك الاخوان كنت واكلها بالسفر، ما قديتش انني نصور ولا نبارطاجي معكم شي حاجه. واليوم هذا النهار عندنا ديبار للرحله ديالنا. فين غنمشيو خي محمد؟ شو الكورال ما بين اجمل الجزيرات في العالم، وخذت احسن جزيره الى عام 2014 و15 و16 و17 و18. شحال من مره وياك كتدي احسن جزيره؟ احسن يعني احسن حتى من سميتها جزر المالديف. جزر المالديف. المهم الاخوان غادي نبارطاجيو معكم كل شيء دابا من هنايا، يعني من هاد الساعه لقدام غنبارطاجيو معكم كل شيء. ديك الايام السابقه ما صورتش لكم لان قلت لكم راني كنت عيان ومدقدق. المهم دابا انا مع الاخ محمد هازين الباكاج ديالنا، كنتسناو حاليا كنتسناو اننا غنتلبي التيكيت عندنا. راه هو هادو هما المسافرين، والاغلبيه هنايا لي توريس، يعني الاغلبيه التوريس هنايا السياحيين. محمد عنده هادي ثاني رحله لهذا المكان هذا، ياك محمد؟ ثاني رحله. انا اول مره غادي نمشي لهذا المكان هذا، وغنكتشفوه جميع
ومحمد حاليا هو متشوق على انه يوصل يمشي تما. كان لان انا مشيت لهذيك المنطقه كانت في 2013 خوتي، كان بلوغي ما والو يعني غير غادي كانت يعني، وكانت واحد الطريقه يعني انك غادي مع زوجتك ما تقدرش دير ديك المساريه ديال الحماق تمشي الجبال تمشي كذا تمشي كذا، كتبقى دائما محدود السفر. ماشي كنقول لك لا كتكون مع اولادك وكذا صعيب شويه تسافر، ملي كتكون انت وحدك فين موالات اللي كنت نعسو كتلاح كاينش المشكل يعني كتستمتع كتجبد كتشوف الطريق سير من هنا سير من هنا فعلا. شنو قالوا لك بعد ما زال محمد ولا يلا اخوان خليكم معنا كان كيف صاحبي انا صافي هرستيها ولا فرشها قود الزربه وغادي وكيضربها مع الحيط كيضربها مع البيبان واحد المحنه ما كنتش كتعرف شنو الزيت الصاط حطيتو الزيت اللي يكون حطيتو بصراحه انسان داني انتبه الطياره يعني وقت اللي عنده يحاول يكون في المطار قبل الوقت يعني الكافي باش يقدر يقوم بالاجراءات ديال السفر بدون ما يتنفتون يعني بالزربه. وعلى العلم ان وحنا جينا من الاخر ديال مانيلا وجينا كنطيرو بالطاكسي ومخلوعين وكنطيرو ماشي ديك الطياره المشكل ماشي عند التيكيت غتقدر تجيب التيكيت ملي غتجيب داك البيرميت باش تعاود تسافر ملي غتجيبو صح هذا هو المشكل كنفكر به انا ماشي مساله التيكيت التيكيت انت تقدر تزيد واحد المبلغ وغتحولها ولكن داك البيرميت كلنا مشينا فيها الخوت والله الا غير ربي عاوننا بشحال بش من حاجه حق الله الا شحال من حاجه ربي وقف معنا بالله. اول حاجه اول حاجه خدينا في اخر دقيقه هذاك واحد بحال تكون الرخصه باش انك تمشي لذاك الجزائر خصك تقطع واحد الرخصه وصعيب لحالو ما كيعطيوهاش لكل شيء. واش نقول لكم وحنا كنا يعني غادي نتعطلوا كنا غادي نجلسوا هنا واحد 5 ايام عاد غادي نسافروا عاد ناخذ يعني داك بحال نقول داك الرخصه باش نسافر. وطحنا في واحد خيتي اللي عاوناتنا واحد مواد اجونس عاوناتنا اش غادي نقول لكم هناتنا من اننا نغيروا التيكيت ديال البيي لان كنا غادي نغيروه لان ما كانش قدر الوقت وكنا غادي نزيد 5 ايام ديال الاوطيل كنا غادي نتكرفصوا ديالك بصح خسرت تقريبا كانت تقدر نوصلوا في الخساره حتى ل 100000 مغربي وعاوناتنا مسكينه وصوبتنا المسائل وفي التالي بغينا نخلصوها قلنا لها لا قلنا لها حنا غادي نتغداو واش نجيبوا لك شي حاجه قالت لنا صافي جيبوا لي غير شي حاجه من هنا. ومحمد قال لي لا هذا غادي نعطيوها عطا واحد تقريبا واحد 100 درهم مغربيه كاين نعطيوها لها حلاوه ديالها عام خدمه وما بغاش مسكينه تشد خدمتنا فابور قالت لا وتصوروا كيجيو الناس الكليان باش يجيو يخدموا كتقول لهم غير تسناو الناس طيبين صراحه لدرجه ان عيطت للبلديه ديال المنطقه اللي غاديين وبقات كتهضر مع الموظفه وقالت لها حلي السيستم انا كنقدم عليه كنقدم لهم على الطلب ديال الرخصه فقبلي لهم بقات مع شاء والله لا واحد بواحد يعني انا صراحه من البارح كانت هذيك اخر محطه غنوصلها هي ديك عندك هذيك سميتو ترافل اجنسي يعني كون ما تقدرش سميتو تما ما عمري صافي غنسى كنا حاليا مازالين دابا في مانيل كون مازال حنا غنبقاو جالسين في مانيل ونقدر نبدلو واحد الوجه. واحد القضيه عندنا الديبار حنايا مع 12 مع 12 الليل عندنا الديبار وسميتو محمد قال لي اودي خلينا نمشيو ما نعسو ما والو يعني خلينا لان بقينا سهرانين حتى الصباح حتى شي 6 الصباح بقينا سهرانين. قال لي محمد يعني ما نعسوش خلينا نجمعوا حوايجنا نبريباري ونقد المسائل ديالنا ونمشيو. قلت له لا خصنا نهرسو النعاس خلينا نعسو. خوتي اسمع خوتي الله القاطع ونقاطع عرفتي علاش انا ما نعسش يومين هو يقول لكم شنو كاين يومين ما نعسش كنت قاتل مع داكشي ديال الاونلاين قلت له انا قادر نصبر قلت له انت بعدا راك جيتي من الليل ارتاح غير ارتاح انت. البارح لقيناه هكاك عاوتاني حتى رجلنا المسائل خرجنا تقدو دها وصلت عندنا 5 الصباح قال لي نعسو. قلت له انا صافي عيني صافي ما بقيتش قادر نحلهم. قلت له محمد الا نعستي غادي نعس مادام انت جالس كتهضر معايا راه غتونسني ما نقدرش نعس فاذا ما تنعش. قال لي غنعمر التليفون قلت له محمد ما تنعش ونعس. بقيت صابر حتى وصلت 8 قلق قسم اخر لحظه كنعقل زدت التليفون رديت على واحد الصديق ما عرفتش التليفون طاح عليا ما عرفتش كيفاش نعست حيت بدا كيفيقني مع 10 مشى الحال وخصنا ساعه ونص باش نوصل مع 10 مع 10 ونص رجلت الساعة رجلت الساعة وقلت له رجلت أنت الساعة هو ما رجلت الساعة أنا رجلت الساعة أنا واخا أنا رجلت ونوضتنا مع العشرة واش واحد منها 48 ساعة غتعيش وليت سكتها قلت خلينا نزيدوا غير شي شوية اسمعوا عيب بدات لي عيني
انا غير ما عمرت الساعه ما هو سكتها وزاد نعس وعنده الطياره باش باش غنحكموا عليه دابا نقول يومين ما خصوش يخرج من داك اللوطين غندير ليه الحاجه الصحي وفي الاخر قلت لمحمد صافي لقيت ما بقالناش الوقت وحنا في الاخر ديال مانيليا شدنا واحد اوطير رخيص من الاخر ديال مانيليا ومحمد كيشخر ديك لا بدات اتقعد نوض قاعد اكوي طاب السكن واقف غسلنا وجهنا رجلنا وعيطنا جبد وهنا هي واحد القضيه اللي زوينه كتعيط للطاكسي اونلاين وكتشوف اي طاكسي قريب لك يعني كتطلبوا يعني اونلاين واللي قريب لك هو اللي كيجي لعندك والطاكسي اللي حتى هو عاوننا واحد اللقطه عاوتاني من الطاكسي ما عارفش بلي حنا قربنا يعني قربنا غادي يعني قرب الوقت اللي غادي نسافروا فيه يعني قريب غادي نمشيو وهو هذا الطاكسي غادي غير شويه ما عارفناش حنا غادي نمشيو نسافروا واش نو واش بديت كنقول محمد انا مزاوق محمد انا ما هضر معاه انا مزوق لما هضر معاه قول له زرب دغيا كيقول لي هو محمد راه الا قلت له زرب دغيا راه غادي يزيد يتعطل ويضرب بينا شي دور اخرى في شي قنتخر انا شد الكاميرا كوج الكاميرا شوف على هاد فاوطي درت معايا شد الكاميرا على ما يسالي لا القضيه داك يقول لي هضر مع مول الطاكسي تقول لي اش تهضر معاه هو راه باين في غادي تقول لي جوج ضربات بلي سربي يقول لك اه واخا كان سربي واخا واي يمشي يضرب بين شي طوره اخرى عارف انك مسافر وعارف غيدير محمد كيقول لي لا ما نهضرش معاه الا شفتو تعطل نقول له وقفني هنايا نعطيه فلوس ونشوفو شي مول شي مول الموطور شي مول الموطور يجريو بينا يوصلونا وصوف سبحان الله جينا قد تقريبا واحد 5 دقائق غادي نزيدو معنا وانا نتوما كتشوفوا الناس اللي غادي يسافروا معنا وغادي يشدوا معنا الرحله هادو هما الناس اللي معنا حاليا هما هادو انا غير اقليه تقريبا واحد النص ديال الاجنبيين والبقيه تاهما فيليبينيين لان هاد المكان اللي غادي نمشيو ليه ماشي اي واحد يمكن ليه يمشي ليه تقريبا ماشي اي واحد و حنا كنا محظوظين بصراحه لانك باش انك تمشي لهاد الجزيره هادي كتعمر واحد الورقه وتولي تعاود واحد الورقه واحد ثلاثه الاوراق ثلاثه الصفحات خصيت كتعمرهم وكتسنى على ما يردوا عليك واش يقبلوك ولا ما يقبلوكش وحنا ديجا صيفطنا ليهم يعني رسلناهم يعني عمرنا المعلومات ديالنا ورفضونا يعني ما قبلوناش في الاول فمنين ما قبلوناش حنا قلنا ضروري خاصنا نمشيو للجزيره لان وعدناكم على اننا نمشيو للجزيره هذه فربنا قال مع واحد السيده اللي عاوناتنا مسكينه وتكلمات مع الناس اللي مكلفين بهذه الرحله هذه الناس اللي مكلفين بهذه الرحله وعاوناتنا مسكينه وش غادي نقول لكم الاخوان والله الا شحال من خطره الا ربي لا كيعاوننا شحال من خطره ربي عاوننا الطياره حاليا كانت غادي تمشي علينا تعطلنا وقف معنا الله الحمد لله كذلك كنا غادي نزيدو شي ايام في الاوطيل لان ما قداش الوقت باش نسافروا كيفاش متوقعين نسافروا اليوم ياك؟ ما كناش متوقعين غادي نسافروا اليوم. والله ما كناش متوقعين نسافروا اليوم صراحه. المهم هادو اربعه ديال الحوايج من بعد ان شاء الله غادي نقولها لكم اربعه نتاع الحاجات اللي تنقدنا بهم باعجوبه شنو تنقدنا بهم باعجوب والله الا تنقدنا باعجوب واخيرا الحمد لله دابا حنا غاديين هما الناس غاديين معانا حتى حنا غاديين وهذيك الساعه نبارطاجيو معكم الاجواء كي دايره ديال الرحله ونبارطاجيو معكم كلشي نخليكم معنا ونكتشفوا الجزيره اللي غادي نمشيو ليها يلا دخل اخ محمد انا احساس كتحس به دابا تحيد ستريس ها تحيد ستريس تحيد الخلعه تحيد غادي نديك ما دماغي من المشي دابا غادي نرتاح علاش لان والله الاخوت لا داز علينا باش نمشيو للجزيره هذه هاد الجزيرة إلا جيتي للفلبين وما زرتيهاش عرف بأنك راه ما زرتيش الفلبين ما جيتيش وغادي تشوفوا معانا الطبيعة ديال الله كيفاش دايرة شي حاجة أسطورية شي ماء وشي طبيعة وشي شواطئ شي حاجة واعرة الصراحة تخيل معايا محمد من وصلنا تخيلنا هذا يقول لك سير بحال هكا الدور ها شنو غادير معاه محمد يقول لك سير الدور يقول لك انت وجهك ماشي ديال الجزيره هذه لا دير شي واحد ولا زاد شي واحد انت زدت قلبه انا غير واصل داك الباب لا تبصر
وحنا كنسحبنا هذوك الناس اللي وريتكم غادي يسافروا معنا كاملين ساعه ماشي كاملين، حنا غير مع شي شويه هنايا الناس اللي غيسافروا معنا لهاد الجزيره هذه. ها اقليه وحنا منهم. هانس حنا من المحظوظين ولد اخي سيمو، واخيرا ارتاح ليا مع راسك دابا قول لي نفس اجل الهز دابا ارتاح راه مازال ما فاطرينش. اول حاجه شحال الساعه دابا؟ 12 مازال ما فاطرينش ومازال ساكتين واحد الساعه والطياره ما غاديش يعطونا الماكله في الطياره حتى نوصلوا ان شاء الله، وغادي نتغداو في الماكينه ونقصيو ونرتاحوا وغادي نشوفوا الطبيعه شي حاجه اسطوريه. غادي نمونطو شي حاجه في الطياره لان ما غاليش بزاف. وما غاليش بزاف. لا لا ما غاليش والله لا كليتي. ام محمد دابا واش انت توريس دابا؟ لا انا سراح. دابا حنا توريس الاخوان. دابا راه كيشوفونا توريس. انا شنو هو التوريس؟ هو سائح. انت راك سائح. على بلادك؟ جاي تخدم؟ لا جاي تدور، راك سائح. انا هما هذوك الفاكونس المقردين. اش مقردين والله شي واحد اليوم ما ضرب داك الشيء اللي ضرب انا هنايا بالله. شنو ضرب؟ كل شيء. ما كاينش حاجه النظر خصو مليون. النظر 400. 400 460. خالد الاخوان هاي مع النص. الحمد لله وفقنا الله. حتى ولينا كنمشيو مع الكور. هادو كاع ما معتبرهم انا محمد بغا يسب يا اخوان. المهم هاد الطويس هذا هو اللي غادي يوصلنا للطياره لان الطياره بعيده. المهم بارطاجو معكم كل شيء. الطياره عليها الشمس. عليها الشمس شمشة بحال هاد الشكل هذا. نشوف هاد الطيارة الصغيرة غاي ديال التوريس. هاد الطيارة هادي عندك ضرب راسك هنا عندك. المهم الاخوان حنا رحنا راكبين دابا حاليا وشحال غتفرق المدة من هنايا ساعة راه شحال عندها في التيكة غير بالنسبة لخوتي انا غير نوضح واحد الحاجه باش ما طيحوش في الدار. الاخطاء اللي طاحوا فيها بزاف ديال المسافرين هي ان ملي غتوصل الفلبين ما كيعنيش كتولد واحد الحريه ديال السفر في وسط الفلبين كما بغيتي. لا توصل الفلبين توك سي مانيلا اسيو الفلبين او مازال ما كيعنيش انك ديك الحريه باش تسافر اي منطقه اي منطقه فعلا. انا كيمبليت يعني اي بحال الخطه ديال الويندوم ولا ديال الكورون حج يعني حجزتي التذكره ليها خصك تحجز لوطيل تحجز سمو الدور ديال الجزر اللي كاينين تما وكذلك تقدم على واحد البيرميت على واحد الرخصه يعني كتاخذها من البلديه ديال المنطقه اللي غادي ليها انت كتقدم عليها اونلاين. وكي بعض المرات كيكون فيها الرفض لان قبل ما تقدم كانوا رفضوا لنا النوبه الاولى رفضوا لنا ولا نعاود خاص يكون عندك الكارت ديال الفاكسين خاص يكون عندك التيكيت ديالك الي وروتور خص يكون عندك الفندق حاجه خص يكون حاجه ثانيه كذلك حتى اسمو حتى التور ديالك الجايد ديالك في البلاصه يعني اللي كيدير الجيد السياحي ديالك ف يعني وهادشي ضروري ديرو قبل ما يكون عندك يعني ما يكون عندك رحله اقل حاجه اوعيان كلشي باش ما طيحش. وصلنا الاخوة
لله. غنشوفوا الاجواء كيفاش دايره هنايا، بقاو معنا اخوان. هنايا المنطقه هذه كلها سياحيه، وكاع الناس اللي جاوا معنا كاملين سياحيين. الناس هنا كلشي توريست، هنا كلشي سياحيين سائحين. وحتى المطار انتم كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره فيه، يعني مطار سياحي حتى هو في نفس الوقت. دابا الوحدة و 40 دقيقة ومازال ما واكلينش، والله مازال ما واكلينش يا صاحبي. هنايا على الخرجة كتعطي 200 بيسو اللي هي تقريبا 35 درهم. ديال الشهادة محمد؟ اه لا غادي السياحه كتخلص ضريبه السياحه. ضريبه السياحه. المهم الاخوان حنايا خرجنا دابا حاليا من المطار، وكنا ديجا راجرفينا واحد الاوطر ولكن ما خلصناش، لان غير باش ندوزو به. فهنايا على ما كنظن على ان يعني الاوطر هنايا في هذا المكان هذا غالي غالي شويه، لان الا داوك هاد الناس هادو اللي هنايا اللي كيقول لك واش بغيتي شي اوطيل كيكون شويه غالي. داكشي علاش حنا غادي نشوفو شي طاكسي ولا شي طوموبيل. وهاديك الساعه غادي نمشيو لشي بلاصه ونقلبو على الاوطيل اللي يكون رخيص داكشي اللي كاين، لان هنايا هادو كيجيو عندك حتى لهنايا فهمتي، ضروري كيديو معاك شي حاجه. راكم عارفين حنا البيجي ديالنا على قد الحال، كيخاصنا نقيسو عليه ونعرفو فين نعطيو الفلوس ديالنا باش نقيسو على راسنا بالنسبه للثمن وداكشي. هاد البنت هادي مسكينه عطاتنا بزاف ديال المعلومات صراحه. الناس هنا ظريفين كيقولك شنو كاين وشنو كاين، يعني واخا حتى هي يعني كتقول للناس يعني واش خصكم شي اوطيل، واش خصكم شي طاكسي، واش خصكم شي هذا. بدينا كنهضروا معاها قلنا لها شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، وكتقول لنا يعني واخا سير المهنه كتقولها، يعني كتقولك حنا راه غادي نربحوا معاكم، ولكن الا مشيتوا قلبتوا في شي بلاصه اخرى يعني راه غادي ما غاديش تاخذوا داكشي غالي. نتو كيفاش وهادشي اللي كاين. المهم شوف سبحان الله، يعني الانسان كيقول لك حتى شنو كاين وشنو كاين في هاد البلاصه هادي. الناس طيبين صراحه. حنا غنمشيو في الطوموبيل هادي الاخوان، نشوف هاد الطوموبيل ومن بعد ديك الساعه نقلبوا على الاوطير في داك البلاصه. الشيء اللي كاين هادي مسكينه اللي كتعاوننا وكتسهل معنا الماموريه، وغادي نمشيو معاها نيت في الطوموبيل غنمشيو معاها. وفين السائح؟ هو السائح. وفين اخويا؟ وفين السائح المغربي؟ الطبيعه شو الطبيعه شو الطبيعه شو يا سلام. شوقهم ودوقهم. اخوان حنا وصلنا هنايا دابا الاوطيل، نوريكم الاوطيل كيفاش داير. المهم كاين اوطيلات شي حاجه زايده على هذا الشيء، ولكن حنا مشينا على حسابنا على حساب جهدنا. نوريكم المهم هذا هو الاوطيل اللي جينا ليه هنايا. هو محمد كيسني معاهم قيدوا السميه ديالنا والكنيه نتاعنا وشحال غادي نقعدوا ومنين حنايا، معلومات ديال لاكارت اللي عندنا ومسائل. من بعد يعطونا شي شومبر ونوريكم حتى الشومبر اللي غادي ناخذوها. غادي نرتاحوا اليوم وديك الساعه تشوفوا معنا الاجواء خارج هذا المكان هذا. سير ميت بيسا؟ زوينة هاد القضية. هاد الحمام داير بحال ديال الحمام المغربي. لا ما خصنيش، لا جينا للاوطيل نتغداو الاخوان، رحنا ما فاطرين ما مغدين صراحه. من جينا على هذا الاوطيل
جينا لهذا المطعم هذا ناكلو فيه وديك الساعه نزيدو. شنو خديتي لنا الشيف؟ طلبت جوج بيتزا. ميديوم. شحال دايرين بعد البيتزا؟ 250 درهم الوحده، 50 درهم المغربي الوحده، يعني 5 دولار الوحده بيتزا. تشيكن كيسار، تشيكن دجاج طيب اليوم ماشي بالزيت، مشوي. مشوي هو مدوزين عليه العسل. داير تقريبا 150 بيسو، شحال 150 بيسو، الحيط راه غالية شحال هي؟ لا لا ما غاليهش، انت بيتزا ب 50 درهم حنا كناكلوها غير ب 600 في المغرب. عندنا اليوم شحال نسول باش كنتي في مانيلا هذاك النهار، كنتيش ب 120 درهم. انا كنتي ب 50 درهم، لا رخيص الحمد لله رخيص الحمد. والعصا شمن عصا درت؟ مانكو. انا خوتي الحاج غادي تصيفط لي مقرد واقع انت. لا ما تصيفطش مقرد اخويا سير على جيبك. اخوان ما خطرنا اخوانا ما تعشينا شنو نموتوا من الجوع. اخوتي غنقولوا صراحه، المطاعم كلها ثمن واحد. ناكل بطاطا السردين وتنحوت تنحوت عندك وتصيفط عندنا البطاطا السردين. والله الا رميتهم ما فيهم بطاطا السردين كتولي تعاود طيبه. انا اخوتي المهم انا نقول لكم واحد القاعده هنا، دير على حساب 50 اورو في النهار، 50 اورو 40 اورو في النهار غتكفي بين الماكله ديالك ولو طيب. كتقول 500 درهم انا كهله ما ضيعناش 500 درهم. باش ما انت غتشوف دابا انت جيتي هنا ما فطرتي ما تغديتي ما درتي تور ما تعشيتي ما حتى شي حاجه. صافي انت غتخلص لوطيل في 200 درهم. انا اسحب لي غير اوطيل والماكله. لا الاوطيل غتخلص 200 220 درهم ياك. راه هنايا غتخسر دابا قلت لك جوج بيتزا ب 200 درهم زائد 150 درهم في الماكلة هذيك وجبة 150 درهم لا وصل فيها 150 درهم شحال على جوج الناس 350 درهم ياك. دير العشاء غيكون حتى هو هكا 500 درهم ياك. زيد الفطور ديالو، الفطور ديال غنص نتا ديال الثمن هذي 50 درهم 550 درهم ياك. فين هو التور ديالو؟ التور 4000 ريال التور مع بحال الماكلة ديالو كلشي 4000 ريال. لا ولكن كنكونو دايرين التور تكون فيها الماكلة وجبة وحدة الغدا بغدا. انا خويا نقول لك راه قلت لك واحد الثمن 40 دولار 40 اورو هي اللي غتجي لي الواحد هو كيختص 40 اورو. اما يقول شي واحد لا كذا وراه رخيصه ب 40 اورو هو اخوتي لا رخيصه ماشي زعما نقول رخيصه ب 40 اورو. محرمه مع سميتي شحال من دايره فينا شوف شحال من جزيره كاينه هنايا شحال من جزيره هذا غير في هاد البلاصه هذه.